هنسحب فيشة كهرباء عشان ننور من عندك. عندكوا تحت في المدخل. السلام عليكم مبتدئ بلوج جديد ضرب نار. النهارده يا جدعان اول فيديو نعمله في رمضان، وزي ما عودناكم طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، زي ما عودناكم ان احنا كل رمضان لازم فيديو تحت راس رمضان. طبعا المفروض ان احنا صاحيين من بدري جدا معانا اولاد الشارع بتاعنا باير. طبعا انا ما اقصدش اولاد الشارع اللي هو اولاد الشارع اللي هم لا يعني اولاد شارعنا اللي هم اخواتنا الصغننين، وطبعا مازن حبيبي حبيبي ربنا احمد شهر مش هنا عشان كتكش محوش. طبعا بودي ولع ده بقى يعني عادي ابن الشارع عادي مش كله عادي. انا وانت اولاد شارع انا بالظبط. فالمفروض ان احنا رجعنا من القاهره مخصوص لان طبعا الشارع بتاعنا يتيم لسه ما اتعلقش فيه زينه زي ما انتم شايفين، فطبعا ما ينفعش يفضل الوضع كده، لازم نعلق الزينه ونشخص الكلمات قبل ما رمضان يبتدي. فالمفروض ان احنا امبارح رحنا اشترينا الزينه وفروع نور هتتفرجوا عليها دلوقتي. رينو عسكو رينو عسكو رينو ميت ولا ايه يا عم؟ بشوف ده عسكو هنا وايت هتزعل هو هيطلع يشوفك انت. طب ودي انت رايح فين؟ هيطلع هو هيزعل هنا ناس عشان نعلق يلا عشان نعلق الزينة. ايوه شنو الطب وايد يلا وشك يا عم تشوش رجلي ده انزل انزل يا عم ايرو ازاي كده اهو يلا يلا تعالوا نروح احنا نبتدي نظبط الفيديو. المفروض دلوقتي يا جدعان بصوا زي ما انتم شايفين الشارع بتاعنا من بدايته من اوله مفيش ولا فرع زينة متعلق. يا اللهم صل على النبي كآبة الكآبة. اتفرجوا بقى على الشارع ده يعني بيفور وافطر اللي هو زي بعد عمليات الميك اب تلاقي البت قبل الميك اب وحشه، بعد الميك اب تلاقي قمر. احنا هندل نفس اللي هنعمله هنا ان شاء الله. بس المره دي الزينه لاول مره في رمضان احنا هنعمل الزينه دي ليليه مش صبحيه لان هيبقى فيها ليد ولمض وفوانيس وهتفرجوا على الدلع كله. هنعمل بقى لقطه كده للشارع قبل ايه احمد علينا تحضيرات رمضان ومع روكي روكينو عشان اول مره اول رمضان هيحضروا معانا. نشرح الخطه هنعمل ايه دلوقتي. المفروض ان احنا معانا طبقتين من الزينه، زينه من اللي هي المفرفشه المشرشبه اللي بتدلدل دي اللي كلنا عارفينها، وطبقه زينه ستاير. فاحنا هنحتاج ان احنا نفرش الستاير دي على الارض بتاعه الشارع في حبل ونروح رافعين الحبل مره واحده لان عشان يبقى كلهم سوا واحد. هتتفرجوا على كل حاجه دلوقتي. ايوه مصطفى ايوه عموره كده صوت طيب يا استاذ. ازيك اصلا؟ ايوه واحد كده من الناس تعدي عادي. ماشي دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض الخطوه اللي احنا بنفرش فروع الليد. فروع الليد دي بتنور اضاءه رائعه اكتر من رائعه. هتتفرجوا على كل حاجه بالتفاصيل دلوقتي. انت ممكن تحط دي فيشه ودي فيشه. يا لهوي يا لابودي زي ما كناش عارفين هنعمل ايه. دايما كان بيقول ده مكتوب على العلبه اصلا يا حبيبي. هلا يلا يلا تعالوا هنا العب مصطفين حبيب عمود يلا حبيبي احمد علي يلا ودي بتاعتي مع البقي وريني كده عسكر معايا اجيب لك حاجه رايقه تشتغل على العربيه. العربيه بتاعتك يا عم عربيه ايه؟ ها اجيب لك حاجه حلوه تقعد تشغلها تفرفش معاها. مين اللي هيحط فانوس معاه على العربيه؟ لا لا دي دي المراجل حاطه لك في قلب في قلب البرميل لما حاطه لك باروكه في قلب قلب البرميل ايه؟ اما حط لك اللي زي دوت في قلب الفانوس على الارض في قلب الفانوس المسحراتي؟ اه بص عليك ده طلع قاطع قاطع يا اسطى انا عارف كل حاجه. لا بس عيب عليك ده انا اللي جايبه لك انا بديه لك يا اسطى
الشغل اللي احنا نقعد نعمله ولا ايه؟ ايه يا سيد عمر؟ شوف بص يا جدعان ده كمان الفيديوهات فالناس ما بقاش عندها ثقه فيا والمصحف يا عم ده انا بقول لك انت تاخده تشغله ده هتحطه على العربيه وانت طيب يا قلبي حبيبي شغل بقى رقصنا بقى يلا ارقص بقى يلا بينا وربنا عامل جو افتح اي شارع يا جدعان المفروض ان احنا معانا اخونا مينا العسليه زي ما انتوا عارفين كلنا بنقف مع بعضينا في المناسبات وفي الاعياد لان احنا كلنا اخوات فاضل ان هو طبعا ارفع كده ايدك كده بقى ايدك الثانيه كده مفيش اي اثبات على اي حاجه والمصحف مسيحي يا جدعان طبعا كلنا اخوات وكلنا حبايب فمينا جاي يساعدنا في رفع الزينه النهارده لان احنا اخوات في منطقه واحده في بلد واحده في عيب واحد كلنا اخوات وحبايب مش عارف يتقال في المواقف اللي زي دي بس كلنا اخوات يعني حبيبي امين يلا بينا استني بقى اجيب لك حاجه عشان رمضان بقى استني ثانيه كل سنة طيبين يا شوارجية كل سنة طيبين أحلى ناس في الكون كل سنة طيبين رمضان كريم كل سنة طيبين يا شوارجية كل سنة طيبين يا شوارجية وحبيب يوير كل حاجة في الدنيا فيها احتفالات خطة الله كل سنة طيبين يا شوارجية كل سنة طيبين يا شوارجية رمضان كريم على أحلى شوارجية في الدنيا حبيبي أحلى سنة كل سنة طيبين يا أحلى شوارجية رمضان كريم تعالى يا على ايه تعالى يا اضربوه دايما دي كاميرا ايه رايك في الدنيا ايه رايك شغل عالي الدنيا حلوه الصراحه كل الشورجيه كل سنه طيبين كل عام وانتم طيبين الشورجيه هناخد عسكر معانا ياكل الاكل كله عادي هناخد ده بياكل الاكل كله ياكل ياكل كله بقى زي العسكر تعال اقف تعال اقف في البتاع ده اهوت تعال اقف في البتاع ده اهوت اللي عندك هنعلقها عندك في البلكونه بتعلقها هنا اهو في الحته دي عندك انت في بلكونتك وهناخد الكهرباء من عندك ماشي سامح هناخد الكهرباء من عندك ايوه هنسحب فيشه كهرباء عشان ننور من عندك عندكوا تحت في المدخل لا الفيشه هتبقى عندك في البيت اقرب لا لا تحت احسن حاجه تحت احسن حاجه ما عندك اقرب عشان نوفر تحت عشان نوفر الكهرباء على عمارة لا 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 يعني زي زمان يلا بينا حبيبي بريك كده بنريح بعد اللي شويه الزينه كده لازم نريح عشان الكلام يحلو يلا نصر استاذ عمر كان طعميه شويه فول كده على شويه فلافل تعالوا تفضلوا كلهم معانا على شويه طعميه ده بقى حته ايه قنوات الاكل اللي بتيجي على اليوتيوب اللي يقعد يوريك الاكل من جوه ويقعد يغريك طب بص بقى هنا بقى شويه ايه بطاطس شيبسي على شويه طعميه هنا بقى شويه ايه شويه فول اه ولا ايدك شويه فول بقى هنا شويه فول اللهم صل على النبي ايه حلويات على شويه مخلل هنا عشان الكلام يحلو وجبه 100 وبعد شويه لا والله يا رب انت عليه الزينه انت كنت رايح فين لا انا كان رايح اجيب عصير يا حوار انا اللي ارشدت عليه يا جدع على عسكر مرشد انا اللي جدع انزل مع السلم ازنقوا هيتفلق بينا ازنقوا يا انت ازنقوا ما تخلصش ايه ده يا شباب
المفروض ان احنا بنرفع الشبكه اللي الاضاءه كلها الشبكه دي المفروض ان دي كل دي بتنور كل دي هتنور بس لسه مش نور دلوقتي حالا بالليل شوف كل حاجه المفروض ان احنا علقنا كل النور فوق زي ما انتم شايفين ودلوقتي المفروض ان احنا هنخش على الزينه قراشير ده اللي هي المشرشره اللي ورا دلوقتي هنبتدي نعلق في الشقه هما كده الزينه كده اي كده بص بقى واحده بص دلوقتي هنعلق الشراشير الصوره يا انت لا هتخش جوه عشان ما نروحش عايز بوزه منك انت سابوي عايز منك اهو انت خرج المفروض ان في قفله حصلت في اربع ستاير انوار المفروض احنا لما ركبناهم كلهم اتعشقوا في بعض في اربعه شبه اتحرقوا فاحنا هنحاول نصينهم ان شاء الله يصلحوا لو ما صلحلوش لازم هنشوف خطه بديله نخش على البلان بي ان شاء الله نحاول نصلحهم وهتشوف المنظر لما هيتصلحوا ودي انا بقى لنا قد ايه وقت الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 1:30 عايز حاجه حد يعدي لك السلم؟ لا اطلع معايا يلا وزي ما انتم شفتوا يا جدعان المفروض ان احنا غربلنا الشارع كله زينه لو الفيديو ده جاب 300,000 لايك هنعمل الفيلا بتاعتنا في القاهره 300,000 لايك كل سنه وانتم طيبين ونشوف كل فلوج الجاي